نعم، يعني جنوب القطاع لا زالت الغارات الإسرائيلية وعمليات القصف المدفعي العنيف يتركز على منطقة رفح وأحيائها المختلفة، تحديدا على شرق ووسط وحتى المناطق الغربية لمدينة رفح. اليوم تعرضت إلى سلسلة من الغارات وعمليات القصف المدفعي العنيف الذي استهدف هذه المناطق. آخر الغارات المميتة كانت يعني استهداف من قبل طائرة مسيرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين في وسط مدينة رفح، تحديدا بالقرب من سنتر التموين التابع للأمم المتحدة في هذه المنطقة، حيث أسفرت الغارة الإسرائيلية عن استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة آخرين، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. تم نقل كل الشهداء والمصابين إلى مستشفى الكويت التخصصي يعني لتلقي العلاج. هذه الغارة جاءت بعد سلسلة من الغارات العنيفة التي ضربت مناطق مختلفة في مدينة رفح، تحديدا حي الطنور وخربة العدس ومخيم يبنى الذي شهد هو الآخر سلسلة من الغارات العنيفة التي أدت إلى استشهاد ثلاثة من المواطنين، الثلاثة معظمهم هم يعني أطفال، وإصابة عدد آخر من المواطنين، بالإضافة إلى الغارات الإسرائيلية العنيفة التي ضربت في المناطق الغربية في مدينة رفح تحديدا في محيط المدرسة الرابعة وغيرها من المناطق، التي وتحديدا أيضا منطقة مسجد علي، حيث قصفت الطائرات الحربية بأكثر من صاروخ وقذيفة مدفعية هذه المناطق مما أوقع عدد من الشهداء والجرحى. ارتفع عدد الشهداء منذ ساعات الصباح في مدينة رفح إلى 9 من الشهداء وعشرات الإصابات جراء استمرار الغارات الإسرائيلية العنيفة على مناطق مختلفة من رفح، في ظل استمرار تقدم طفيف للآليات الإسرائيلية تحديدا في المحور الجنوبي الشرقي لمدينة رفح، تحديدا على محور فيلادلفيا، بالإضافة إلى تمركز القوات الإسرائيلية المتوغلة منذ أكثر من أسبوعين في منطقة المقبرة الشرقية وسكنة سعد صايل، وصولا إلى معبر رفح البري ومنه إلى منطقة حي البرازيل وأيضا منطقة حي السلام وأطراف حي الجنينة. الوضع في رفح خطير والخطورة تزداد مع استمرار الغارات الجوية وأيضا إطلاق القذائف المدفعية، بالإضافة إلى قيام الزوارق البحرية الإسرائيلية بصورة يومية بإطلاق قذائفها ونيران رشاشاتها الطفيلة باتجاه الساحل الغربي لمدينة رفح، مما يثير حالة من القلق والهلع بين عشرات الآلاف من المواطنين الذين لا زالوا يتمركزون في مناطق حي تل السلطان والحي السعودي ومنطقة المواصي ومنطقة العزة، بالإضافة إلى المناطق الفارغة الرملية التي يعني وضع الناس بها خيامهم من أجل الاحتماء من عمليات القصف العشوائي الذي يطال المناطق الشرقية ووسط مدينة رفح، بالإضافة أيضا لأن الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مدينة رفح معقدة وصعبة في ظل استمرار إغلاق المعابر معبر رفح ومعبر سالم أبو سالم وعدم إدخال المساعدات الإنسانية الضرورية لسكان مدينة رفح. أما فيما يتعلق بالأحداث في مدينة خان يونس، فمدينة خان يونس ورغم الانسحاب الإسرائيلي من هذه المدينة باعتبار قوات الاحتلال الإسرائيلي أن المناطق الغربية ووسط المدينة منها مناطق آمنة، إلا أن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف أبدا، سواء كانت المدفعية الإسرائيلية أو الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي منذ ساعات الفجر وحتى هذا اليوم تقصف المناطق الشرقية، تحديدا بلدتي خزاعة وعبسان شرق خان يونس ومنطقة القرارة في الشمال الشرقي لمدينة خان يونس. كل هذه المناطق أو هذا الشريط الشرقي يتعرض إلى عمليات قصف عنيف من قبل الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، والتي أسفرت اليوم عن استشهاد ثلاث مواطنين وهم أطفال أشقاء استشهدوا بفعل سقوط يعني صاروخ إسرائيلي على المنزل الذي كانوا بداخله، مما أدى إلى استشهادهم. أيضا من بلدة خزاعة تم نقل عدد كبير من الإصابات إلى مستشفى غزة الأوروبي لتلقي العلاج. بفعل الحين مع أصوات انفجارات عنيفة جدا في المناطق الجنوبية الشرقية من مدينة خميس تحديدا في منطقة الفخاري وشكرا إبراهيم. هذه المنطقة الواقعة ما بين رفح وخان يونس. من خان يونس مراسل الغد إبراهيم قنان، شكرا جزيلا لك.